اختار المخرج المسرحي طلال لبابيدي فكرة الانتظار من نص بانتظار جودو لسامويل بيكيت ليبني عليها أحداث عرضه المسرحي بعنوان انتظار، الذي قدمته فرقة المسرح العمالي في دمشق على خشبة مسرح القباني لعرضين متتاليين. أنا اقتبست فكرة النص فقط، فكرة الانتظار، وأخذت كاركتر الشخصيات فقط وأسقطتها على شخصيات تحاكي مجتمعنا السوري بطرح عم تطرح مشاكل ما كانت موجودة قبل الأزمة. يعني هاي المشاكل انفرزت بعد الأزمة، صارت تظهر بعد الأزمة. هلأ أنا النص الأساسي طبعا فلسفي كتير وصعب ينفهم، وبكت ورائد المسرح العبثي، بس أنا حاولت بسط الفلسفة اللي موجودة ضمن النص لأقصى الحدود، بحيث الجمهور مهما كانت سويته أنه يقدر يستوعب الفكرة. يعني شفت كل جملة تقريبا، كل جملة أو كل جملتين تحمل معنيين، ممكن تنفهم بمعنى كتير بسيط وممكن تفهم بمعنى أبعد. لازم نطرح المشاكل بسوداويتها، مو مطلوب منا اليوم نجمل الواقع. حبيت فكرة الانتظار خصوصا اليوم بالظروف الراهنة بعد الحرب الاقتصادية على سوريا، صار ننتظر كتير شغلات كانت هي بديهيات وموجودة، يعني كانت كماليات أصلا، مثل الكهرباء ومثل المي ومثل يعني كانت ما تفكر فيها، يعني ما ما كانت كماليات، كانت أساسيات يعني، بس هي ما بتفكر فيها. فصلنا ننتظر كتير شغلات إضافة للأحلام القديمة اللي كانت. فحبيت فكرة الانتظار، بسطت الموضوع، ربطت الشخصيات كل حدا بمشكلة. هلأ حتى أعطيت أسماء الشخصيات، كل شخصية اسم. يعني أيوب هو يمثل صبر الشعب السوري، آدم هو امتداد البشرية، فلك ونوح حتى الأمل، السفينة، المنقذ، كل حدا فيهم كان له منقذ، وهن كمجموعة لهم منقذ. العمل كله كان جو ليلي، يعني 99% جو ليلي، الدقيقة الأخيرة بقلب الجو نهاري. فهون لما طلع الضوء هن انتبهوا لتفاصيل كتير موجودة، كتير حلوة موجودة بالحياة بس ما كانوا منتبهين لها. لما طلعوا من هاي الدائرة السوداء اللي هن فيها، فتحوا عيونهم، انتبهوا لهي الجماليات الموجودة، فقرروا انه ما يضيعوا عمرهم وهن عم بينتظروا المجهول، يعيشوا هاي اللحظة.